ولمناقشة الوضع التعليمي والقطاع التدريسي الجامعي في العراق وظاهرة الشهادات غير الرصينة، معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. يعني لا أعرف إن كنت متفاجئا وأنت أكاديمي تعمل في هذا الحقل من عقود، ربما لا أعرف إن كنت متفاجئا من هذا الرقم الذي يبدو كبيرا جدا، وهو أكثر من 200,000 تدريسي وأستاذ جامعي فروا من العراق منذ عام 2003. كيف أثر ذلك، أو أولا إذا كان لديك تعليق حول هذا الرقم، وما تأثيره على القطاع التعليمي في البلاد؟ لا شك أن هذه الكفاءات كانت كفاءات كبيرة وعقول أيضا كبيرة. في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، وتحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام، وأشكر القناة الموقرة على أنه فعلا مهتمة بهذا الملف. يعني على مدى شهور أنا أتلمس أنه فعلا هناك تركيز على التربية والتعليم من خلال قناتكم الموقرة، فشكرا جزيلا. الإجابة على السؤال، الحقيقة هناك كارثة بدأنا بها من مأساة في الانحدار في مستوى التربية والتعليم منذ احتلال العراق، ولغاية الآن تحولت هذه الحقيقة الكارثة إلى حالة انهيار شبه تام الآن، لأنه لا توجد هناك ضوابط ولا توجد هناك يعني من يمنع عملية الانهيار المستمرة، لا السلطة ولا الكادر التعليمي القادر، رغم أنه يعني مشكورة نقابة الأكاديميين أشرت إلى هذه، لكنه للأسف الشديد لا توجد هناك مؤثرات حقيقية لهذه الفاجعة اللي يمر بها خصوصا قطاع التعليم العالي، لأنه الجامعات أصبحت الآن يعني للأسف الشديد تجارة وسلعة، ويعني حقل لتجارب ولغسيل أموال والاستثمار للفاسدين. أما الهجرة الكوادر 200,000، هذا حقيقة يعني منذ 2003 أسباب كثيرة ومعروفة، يعني غياب الأمن المجتمعي، التهديدات نتيجة التغيير الطائفية، القتل على الهوية، استهداف الأساتذة والأطباء بشكل واضح كان منذ السقوط، لغاية الآن لم ينجو أستاذ جامعي من الضغوط، على أقل تقدير من الضغوط بأشكال مختلفة. لذلك هيمنة الميليشيات الولائية وهيمنة الأحزاب الفاسدة التي تدعي أنها جاءت لتخليص العراق من الحروب ومن الحصار وغيرها، لكنه للأسف الشديد بعد المشاكل اللي يعني غط بها قطاع التربية والتعليم لفترة طويلة، استبشرنا خيرا على أساس أنه من 2003 أن ننهض من جديد مثل ما نهضت دول عديدة مرت بحروب ومرت بحصارات ومرت بدمار، مثل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية وغيرها، ودول أوروبية ودول أمريكا اللاتينية، لكنه للأسف الشديد الوضع زاد الطين بلة، الهيمنة الميليشياوية وهيمنة الأحزاب. هذه الهيمنة الميليشياوية حتى على قطاع التعليم على سبيل المثال، وتحول الجامعات الأهلية إلى ملكية للسياسيين، نحن نتحدث عن ملكية 98% من هذه الجامعات والقطاع التعليمي الأهلي. يعني لا أعرف أنا كيف يفكر القائمون على شؤون البلاد التعليمية؟ لا يفكرون بشكل جدي، لأنه البلد أصبح الآن كالبقرة الحلوب، يعني يستنزفون كل الثروات والطاقات والإمكانيات ويهربون الأموال. أما مستقبل البلد، يعني مستقبل الأجيال القادمة، فلم تشكل شيء اهتمام بالنسبة لهؤلاء على الإطلاق، لأنه يعني لو قارنا 20 عام مرت تقريبا على يعني من 2003 ولغاية الآن لم يخلقوا شيء سوى هذه الدكاكين اللي سميت منذ البداية، دكاكين في الداخل ودكاكين في الخارج، يهربون أموالهم ويستثمرون، وفي التالي يأتون بشهادات مزورة لشغل المناصب الأساسية في الدولة، يعني بدون كفاءة، بدون وجاهة، بدون استحقاق. والقادرين والمتفوقين، وأنا عندي طلبة وطالبات متفوقات في دراستهم وفي شهاداتهم، لم يجدوا فرصة عمل،
ولذلك جلسوا قسم من البنات يجلسون في المنزل، وقسم من الشباب يذهبون للعمل في على بسطيات او يشتغلون في مجال اختصاص وهم مهندسون او اطباء او اقتصاديون واداريون وغيرها. لذلك المأساة الكبرى انه بالفعل تم تغييب كل الكفاءات العراقية، سواء كانت اللي هي بالاساس تحمل شهادات عليا او من تخرج بتفوق وبكفاءه وبمقدره على ان يتصدى للوضع. في مقابل الحالي. ذلك دكتور، نقابه الاكاديميين تحدثت عن 50,000 شهاده غير رصينه دخلت العراق، وهذا يعني مشكله في اتجاهين. الاول هو ان هذه الكفاءات غير الرصينه ستؤثر على طبيعه الاداء بلا شك في مختلف القطاعات التي يعملون بها، والاخر هو أنها ستحظى بنصيب الكفاءات الحقيقية التي تفضلت بالحديث عنها. هذا اللي موجود، هذا الموجود الآن، يعني 27,000 شهادة مزورة جيء بها من لبنان، ولذلك الآن يعني قامت الدنيا ولم تقعد بعد ما فعلا الآن الوضع تكشف حتى في مناصب للقضاء، بالقضاء في مجلس القضاء الأعلى على مستوى قيادي يحملون شهادات دكتوراه مزورة يعني بيعت، وأعضاء مجلس نواب ووزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامون وغيرها، هؤلاء جميعا الآن يتاجرون بالشهادة. أولا هي منحت الشهادات منذ السقوط السنوات الأولى منحت لغرض توفير المستلزمات التعيين في القطاعات المختلفة، إذا كانت عسكرية أمنية أو مدنية لهذا الحزب أو ذاك وأحزاب السلطة بالتحديد، ولذلك الوزراء اللي جاءوا للتربية والتعليم العالي هم من هذه الأحزاب، لذلك الهيمنة واضحة، وباستشارة إيران أيضا كانت العملية، والأسماء موجودة معروفة الحقيقة لديكم أيضا، يعني إذا كان وزير التربية الأول. في دقيقة ونصف دكتور لو سمحت، هل هذا الوضع الحالي الذي يعبر عن، وهو طبعا ظاهرة جاءت في القطاع التعليمي تعبر عن الفشل في كل العملية السياسية بمختلف معطياتها، هل يمكن تدارك هذه المشكلة لأننا نتحدث عن أزمة حقيقية في الحقيقة في التعليم، وهي ستنعكس على كل القطاعات الأخرى آجلا أم عاجلا كما يقولون؟ الحقيقة لا يمكن بوجود هذا النظام المحاصصاتي الفاسد الفاشل، لا يمكن ترميم أي شيء على الإطلاق، مو من منطلق التشاؤم، لكن هذا هو يعني قدر العراقيين الآن، أنه بالفعل هذه الطغمة الفاسدة هيمنت على كل مقاليد السلطة والثروة والتعليم والإعلام وغيرها. لذلك أنا أقول، وهذا هذا هذا المنطق، إن لم تزول هذه، يتم إزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة والنظام المحاصصة البقيتة، لا يمكن على الإطلاق يعني إصلاح أو تغيير الوضع نحو الأفضل. هذه نقطة. النقطة الثانية الجوهرية، هؤلاء يجب أن يحاكمون، يعني لا تسقط هذه الجرائم، هذه جريمة كبرى تعتبر، سرقة المال شيء، وال يعني سرقة الشهادات والادعاء والخيانة الأمانة العلمية شيء آخر. لذلك هناك يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية لكل الشهادات التي جيء بها من الخارج أو منحت بطريقة مزيفة، وعلى رأسهم أقول أنا رئيس الوزراء الحالي أيضا يحمل شهادة مزورة، هو لا يحمل شهادة الإعدادية ومنح شهادة بكالوريوس من كلية التراث المسائية بطريقة أيضا مزورة أو مزيفة على أقل تقدير، لأنه لم يؤدي حتى على الأقل الامتحانات التي تلزم أن يحصل على شهادة البكالوريوس. أشكرك جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك.